كما أن لكل مقام مقالاً، فإن في كل آية معنى يجب أن يجسد بحس مرهف على طريقة كل قارئ دون تكلف في الأحكام والمخارج والصفات. فكان أدعى للقارئ أن يفسر معاني الآيات ويصور ما تعكسه من حالة وجدانية يترجمها بصوته. إذن هي نغمات صوتية صرفة، لكل تسلسل من هذه النغمات شخصية صوتية لها تعابير خاصة، فمنها ما يبعث على الفرح والسرور، ومنها ما يبث الهدوء والسكينة، ومنها ما يبث الحماسة، ومنها ما يذرف الدموع. من قلب المسجد الأقصى، أنا مجد هدمي أحد قراء هذا المسجد المبارك، أقدم لكم حلقات صوتية في هذا الشهر الفضيل على منصة تنوين بودكاست، لنتعرف على كل مقام ونمثل عليه من محكم التنزيل وطيب النشيد، فتابعونا.